تخيل أن المعالجة شخصاً في مكتبة ضخمة فيها ملايين الكتب التي تحوي لمسائل حسابية، وهناك شخص آخر عامل في هذه المكتبة. فالشخص الجالس في الكرسي ويحل المسائل هو المعالج، وكلما كان هذا الشخص أسرع كلما حل مسائل حسابية أكثر. الطاولة التي يقرأ عليها الشخص المسائل ويحلها هي الذاكرة كاش في المعالج، فكلما كانت الطاولة أي كاش أكبر كلما وضع المعالج أمامه المزيد من المسائل. أما الشخص العامل في المكتبة والذي يحمل الكتب ويضعها على الطاولة أمام الشخص هو الذاكرة رام، كلما كان هذا العامل سريعا ويستطيع حمل المزيد من الكتب كلما كان الشخص الذي يحل المسائل أسرع في مهمته. المكتبة الضخمة هي وحدة التخزين، سواء كانت قرصا صلبا أو ذاكرة فلاش أو قرص ليزري. الكتب هي الملفات، صفحات الكتب هي البيانات. إذا كان عامل المكتبة بطيء سيؤثر ذلك على أداء الشخص الذي يحل المسائل، كذلك بطء الرام يؤدي إلى قصور في أداء المعالج عن قدرته الحقيقية.